خلال اتصال تلقاه من رئيس أوكرانيا، رئيس السيسي يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية. الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة ويؤكد أن لا مشكلة في توافر السلع لشهور. وافتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة ومدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية باستمرار المعارض لما بعد الشهر الفضيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس زيلينسكي أحاط الرئيس السيسي بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، كذلك مستجدات مسار المفاوضات. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات. وأكد الرئيس السيسي كذلك على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية وضمان سلامتهم وأمنهم. من جانبه أعرب الرئيس زيلينسكي عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين بالمنتجعات السياحية بمصر وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، كذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية محمود توفيق وقيادات أكاديمية الشرطة. وصرح متحدث الرئاسة بأن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجراً لمقر أكاديمية الشرطة. رافقه خلالها السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قادة وزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس حرص على متابعة برامج تدريب طلبة وطالبات كلية الشرطة مهارياً وبدنياً، مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية. وضع استعداد لتدريبات القوة البدنية. سلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. أبدأ كلامي بأن أنا أهني الدفعة اللي موجودة، واللي أنا أفتكر النهاردة هيكون آخر يوم ليها في التدريب المركز بتاعها، وأتمنى لهم كل التوفيق. وطبعاً أمر عظيم قوي إن في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياة يعني الطلبة الجدد، وده أمر متهيألي إحنا محتاجين إن إحنا نبص عليه كويس. شوفوا قد إيه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة زمنية مش كبيرة. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياة الطلبة والطالبات اللي بيتقدموا للكلية وبيبقوا موجودين معانا. أنا بهنيهم وبشكرهم وبشكركم انتم كمان اللي هم الطلبة الأقدم
على الجهد اللي انتم عملتوه معاهم خلال الفتره ديت، وعلى الجهد اللي انتم بتعملوه اثناء وجودكم في الكليه وبعد كده. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بناكد على معاني كبيره قوي قوي، معاني التضحيه ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامتها، سلامة الدولة من كل شر أو كل مكر بيحاط بها. يعني بنقدم تضحيات، ما فيش كلام، لأن ما فيش أبدا مهمة إلا لما تبقى المهمة دي محاطة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق منا كل ده. وبالمناسبة ما هو ده الكلام اللي احنا دايما بنكرره وبنقوله، بنقول ان هو اللي بيقوم بالدور ده مين؟ ما هي أسر مصرية بتقدم أبنائها وبناتها، وهي عارفة كويس ان التقديم ده قد يترتب عنه تضحية كبيرة قوي، لكن من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل الاستقرار الناس بتقدم ده. كل المصريين، أنا بتكلم مش بتكلم على حد بعينه، كل الأبناء اللي موجودين هنا، الطلبة اللي موجودين هنا، الطالبات اللي موجودين هنا، هم عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص. ونستمر في تدريبنا وفي تعلمنا أثناء وجودنا هنا، ودي الفترة اللي احنا بنجهز فيها نفسنا عشان بعد كده لما نخرج للحياة العامة في التعامل مع المواطنين ومع تحديات الأمن نتعامل معها بكفاءة بالمتطلبات اللازمة لها. مش هوصيكم أبدا على أن أنتم دايما تبقوا في أعلى درجات الكفاءة وأعلى درجات الجدية وأعلى درجات الفهم وأعلى درجات التعلم والتعليم. مفيش حاجة أبدا بتتحقق إلا بأن احنا نبقى نأخذ بنصية التعليم والتدريب ونستمر على ذلك. بمعنى ان مش معقول ابدا ان احنا نبقى حالتنا وكفاءتنا جوه الكليه كويسه قوي، الا كمان مهم قوي ان احنا نستمر على ده ان شاء الله بعد التخرج. يعني مش عايز اكرر الكلام اللي انا قلته امبارح واطمن الناس على من خلالكم يعني على ان احنا ما عندناش ان شاء الله اي مشكله في حاجه. طبعا في ازمه كبيره زي ما قلت وكلنا عارفين وشايفين بتمر بالعالم كله، ولها تأثيرات كبيرة جدا علينا كلنا، مش على مصر بس، على العالم كله، في حاجات كتير قوي، في الطاقة، في سلاسل الإمداد، في حالة استقرار للأسواق، الأسعار، كل ده ليه تأثيرات كبيرة. لكن احنا الحمد لله رب العالمين، يعني عايز أقول بنحاول ان يكون تأثيراتها في الحد الأدنى ما أمكن، ونتمنى أن الأزمة دي تنتهي بسرعة عشان حتى احنا خرجنا من أزمة كورونا ودخلنا في الأزمة ديت، وده أكتر من سنتين وشوية، يعني احنا دخلنا على السنة الثالثة، وده عبء كبير جدا جدا على أي اقتصاد في العالم، مش على الاقتصادات الناشئة بس. فلكن الرسالة المهمة في الموضوع أن الأمور الحمد لله رب العالمين ما عندناش أي مشكلة فيما يخص السلع الأساسية وحاجات الناس بشكل مستقر وآمن لشهور طويلة قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأزمة ديت انتهت وما تطولش أكتر من كده. ودايما أقول لينا في المناسبات اللي زي كده، أرجو إن احنا تعاملنا مع بعضنا البعض يتسم بالجدية والاحترام المتبادل والالتزام. واسمحوا لي اقول لكم ان عمر ما كان الانضباط ابدا هو شكل من اشكال القهر، لا، هو شكل من اشكال الاحترام والقناعه باهميه الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والاهداف اللي احنا بنبقى بنعمل من اجلها. مش عايز اطيل عليكم عشان عارف ان في يوم طويل النهارده وفي انشطه كتير هتتعمل، لكن خلوني ان انا اقول لكم مره ثانيه بمناسبه شهر رمضان، ليكم ولكل المصريين كل عام وانتوا طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا، كل سنة وانتوا طيبين، وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. حيث تابع السيد الرئيس تدريبات الطلبة والطالبات ومراحل الإعداد البدني. تقول لي حاجة؟ هيكون حاجة خاصة بالمنصورة يا فندم بلدي. منصورة. المنصورة يا فندم فيها الكثافة السكانية عالية والأحجام المرورية زايدة جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصورة، مفيش أي يا فندم يعني شوارع جانبية أو أي تحويلات مرورية يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب أنا هقول لك على حاجة. اتفضل يا فندم. وكلامي مش تبرير. كلامي إيه؟ مش تبرير. إحنا عملنا أفتكر طريق المنصورة الجديد عمل الضفة الشرقية اللي على الترع هناك، اللي هو من المنصورة لغاية الخمسين كيلو الأولين دول، صح كده؟ وشغالين في الخمسين كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادرة الحياة كريمة ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءة، بنعمل تبطين الترعة وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقول لك ايه، وده مش مبرر يعني، ان حجم النمو اللي حصل لإسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا اكبر من طاقة وكتلة المساحة الارض المتاحة. احنا المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلمي من أسوان لإسكندرية، عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون كيلو. اللي احنا فيه اللي ايه؟ احنا مش عايشين على مليون كيلو، احنا يمكن عايشين على 65 الف كيلومتر مربع بس. فانت بتشوفي الحكايه ازاي؟ بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم، عن ايه؟ الفهم اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك انت لي انا جت على اسراء، انا عايز اقعد مع اهلي. اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. يا جماعه انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان ما بقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين؟ انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها. بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجري في الفيوق في المنوفيه على سبيل المثال، الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لان حجم الطلب اكبر من المعروض، لان مفيش ارض، مفيش ايه، ونضطر ان احنا نعمل على الاراضي الزراعيه. ليه؟ لان انا عايز الناس تعرف. لما سالت السؤال ده، الكلام ده ما ينطبقش بس على المنصوره بالمناسبه يا اسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهره هنا، القاهره كانت مصممه على انها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون، واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضية اللي موجودة عندنا اللي احنا لازم نفهمها كلنا، ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصورة او في المنوفية او في الشرقية مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده. بتشتكي من الباعة ليه؟ طيب انا هسألك سؤال، وبالمناسبة انا مش مع ان يبقى في باعة جالين في الشارع كده، لا لا،
مش مع ده. لكن هسألك سؤال، تفتكر كم عدد البقى الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم؟ أكتر؟ أكتر. دول عبارة عن إيه؟ بطالة. بطالة، برافو عليك. مفيش فقر، يعني موافق. فرص عمل مش متاحة، فالناس يعني بيجيب عربية يقف فيها يعمل له 70 80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل إيه؟ ما هو إيه؟ هيعمل إيه الإنسان ده؟ ده مش بس في المنصورة، في كل حتة في مصر. وأكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. الـ 2 مليون دول المفروض كان ليهم أشغال ويشتغلوا. طب ما اشتغلوش ليه يا إسراء؟ مفيش فرص عمل. مفيش فرص عمل، طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا إسراء؟ عشان الكثافة السكانية عالية فين؟ عشان عدد السكان ده كتير. عدد إيه؟ السكان كتير. السكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشآت التعليمية اللي هي الداخلية دي فرصة ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغة افكاركم عشان الكلام ده ينتشر بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع اسركم والمحيطين بيكم يتأثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف. مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في البقى الجائلين في القاهره هنا عايز اعمل محلات كتير 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 وباسعار معقوله عشان الناس تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك انا كمان في النهايه، لو انت النهارده قلت ال 2 مليون دول ما لهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المساله بان هو ايه يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف، انا كمحافظه اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب، بسعر ايه مناسب، واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا. دول ايه؟ هديك مثال، وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي، كان ايه بنطوره، فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعة الجائلين، اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات، وخد الناس الباعة الجائلين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعة الجائلين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده اللي على اليمين والشمال دول، هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده. لازم نرقي نفسنا ونغير حياه الناس بفكر، لكن الاول ما نجيش نقول ايه طب اوديهم فين، طب الناس دي تروح بيوتها ازاي يا بنتي؟ الناس دي تروح بيوتها ازاي؟ احنا عايزين نحل المساله كده، نغسل ايدينا بسرعه. لا لا لا، انتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا، مش حضرتك. احنا كمحافظ، احنا كمحليات، احنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظه ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات، ليه؟ بزود حجم المعروض. بزود ايه؟ حجم المعروض. وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحتيه محل لطيف، والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف. مش فكره، لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعة الجائلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله، لا لا، دي حاله مصريه، دي ايه؟ حاله بلدنا. ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي ولا الداخليه لوحدها ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء. الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا حاسبنا يا بنتي. ربنا ايه؟ امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون 2 مليون بايع جايل؟ يعني 2 مليون اسره يا بنتي. طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجوده؟ اتفضلي. حضرتك بتعرف
من الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده بحد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد في الوقت نفسه، نحافظ على البني ادم اللي موجود ده يا فندم. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبالمناسبه في ناس كتير قوي. الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا، كلنا وعي ورفق. وايه رفق بالناس؟ وده اللي شغاله عليه كليه الشرطه هنا يا فندم، هي شغاله علينا كفكر الاول وبالتالي كبدنيا، بحيث ان احنا نطلع. هي بتخرج اجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده ازاي، وتعرف ان هي تفكر بفكر حديث بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا، بفكرنا كلنا. ايه تاني؟ طالبة ضابطة أميرة السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبة الشرف يا فندم. ما شاء الله. أنا حابة أشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كلية الشرطة. ثانيا يا فندم أنا حابة أشكر انضمامنا لكلية الشرطة يا فندم من خلال الوزارة، إن هي اختارت أفضل العناصر النسائية. ثانيا يا فندم حابة أشكر كلية الشرطة على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم. وصلتنا لحالة انضباطية يا فندم لما نخرج لأهلنا هنتشرف بيها يا فندم. طبعا. وصلتنا لحالة علمية، خدنا قانون يا فندم. احنا كنا بناخد مواد علمية، خدنا مواد قانونية. شكرين. اتفضلي. طالبة ضابطة ندى أحمد محمد أبو المجد، كلية التربية الرياضية جامعة العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنمية في سينا والقضاء على الإرهاب في العريش. طب الامور اتحسنت كتير يا فندم من 2018 بعد العمليه الشامله، وفي تغيرات وتحسنات وبقينا في امان الحمد لله. ان شاء الله تتحسن اكتر من كده. حاجه تاني؟ شكرين. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.
وحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيكم، اسمحوا لي أرحب بيكم جميعا. أظن شايفين كل زيارة تشوفوا التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبناتكم. يعني أنتوا متوقعين إنهم ينزلوا أجازة إمتى؟ كمان شهر ولا شهرين؟ كمان شهر؟ النهاردة؟ فإن شاء الله تاخدوهم أجازة سعيدة ويقضوا معاكم. خليني بقى يعني أبدأ كلامي إن أنا أوجه لكم الشكر. بشكركم جميعا والله، كل الأسر، إن أنتم يعني تفضلتم علينا وإن أنتم قدمتم لأولادكم وبناتكم إن يبقوا موجودين معانا هنا في صرح عظيم جدا من صروح الحماية لبلدنا. صرح عظيم هنا أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بتقوم بدور كبير قوي، وانتوا عارفين ده كويس، ويمكن ده بان قوي خلال الكام سنة اللي فاتوا، وشفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا ولاد مصر وبنات مصر يبقوا موجودين يساهموا في حماية مصر من اي شر يعني. فانا بشكركم جميعا يعني، ومش هنسى ابدا في المناسبة ديت ان انا اوجه تحية وتقدير واحترام واعزاز لكل اسرة شهيد او مصاب من اسر مصر. مش هننسى ابدا يعني، وانا بقول لكم كده عشان احنا كلنا المفروض ما ننساش. انا والله مش هنسى، وما افتكرش ان في حد ممكن ينسى العطاء الكبير قوي اللي قدمته الاسر ديت لبلدنا مصر. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيكم، ورمضان كريم، والف مبروك لاولادكم وبناتكم ان هم انجزوا الفترة اللي هي الاولية ديت، ودايما دايما بخير وسلام. فمتشكر جدا جدا، واجازة سعيدة عليهم. للطلبة والمرشحين، خلي بالكم، خلي بالكم منهم ان شاء الله برضو، وانتوا في الاجازة الولاد او الشباب والشابات الطلبة، خلي بالكم من نفسكم ان شاء الله ترجعوا بسلام لكل. وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، كل سنة وانتوا طيبين جميعا. شكرين شكرين، شكرا جزيلا، شكرا. ولا انا سعيده، انا يعني كم سعادتي اني شفت حضرتك. ربنا يخليك لمصر ويخلي جيش مصر وشرطه مصر. اللهم امين يا رب. واحنا بنحبك يا ريس، بنحبك واحنا في ظهرك، ومصر هتفضل دايما بدعاء ربنا طبعا فوق الكل طبعا. وربنا يعينك، ربنا يعينك، ربنا يعينك يا حبيبي. انا بحبك وبحب بلدي، عشان كده خليت ولادي كلهم شرطه وجيش. انا سعيده بحضرتك انك رئيسي، مش بس كده، سعيده بحضرتك انك رئيسي قدام العالم كله. ربنا يجبر خاطرك. لا لا، انا مهما اتكلم مش هاوفي ولا اقدر اقول حبي ليك ايه. لان انا بحب مصر وبتراب مصر طبعًا. وعارفه ان حضرتك بتحبها، يعني الشاغل اساسي عند حضرتك. فربنا يعينك علينا واحنا في ظهر حضرتك. وانا النهارده عيد بالنسبه لي. كتر خير. انا عيد بالنسبه لي، شفت حضرتك وولادك اسود، ربنا يخليهم لك. طالب ماجد. طالب طالب ماجد سعد محمد الزهر. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا فندم. مبسوط جدا يا فندم. هتقعدوا شويه بقى ولا ايه؟ انت عمرك تقعد يا فندم. اجازه سعيده. النهارده احسن يوم لينا يا رب. ربنا يخليك. السلام عليكم. مش جمايل، مش جمايل، كل مصر ما فيش جمايل كريمه. محدش يميل على، شوف اسمك والتاريخ يذكر. لا لا، ما فيش حد يميل على مصر، محدش يميل على مصر. ربنا يبارك فيك. اللي ليه جميل على مصر ربنا، لكن احنا ما عملناش حاجه. احنا ما كنتش متوقع ان يجي هنا، انما بقدره ربنا هو اللي جاب. ما شاء الله. بالعدل، عرفت ان في عدل لسه. الحمد لله. ولا اعرف فلان ولا اعرف عز الدين. هو اي حاجه هو راجل. الحمد لله. لا، وضعه وربنا طبعا، وربنا فوق من الكل.
ربنا يخليكم. شكرا. ألف شكرا. أهلا. أنا مصر بلدي بفتخر بتربى أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي اليوم وهتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. أنا مصر بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلدي من ده اللي عايش على أرضها وشايف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما كفهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود حامينها وإحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جند على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه، في البرد نتدفى بحيطانه وهو متدفى بسلاحه، وتحية للشهداء اللي راحوا ذكراهم ذكرى ما تتنسيش، ضحوا بحياتهم عشان كل البلد تعرف تعيش، وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبها وجيش العظيم، بصوتي وبصوت البلد دي بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقهم، واقفين عصب ظهر وسند يحفظ كل درح في قلوبكم دايما حبها، متطمنين عشان انتم دايما موجودين، يحفظكم خير الحافظين، ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش جذع انفار عمال ولا يوم يهز الريح جبال، شفتوا المحال فعلا رجال دايما يا ابطال قدها، بيكم بتباها البلد بيكم بتباها البلد فعلا ولد، ياللي انت رافع اسمها ياللي انت ماسك بالعلم كتب القلم، كل التحية والاحترام تعظيم سلام للي أسهل اللي قال إن الأمم تحيا برجالها وشعبها، تعظيم سلام لابن الوطن. هذا وتعد أكاديمية الشرطة صرحا شرطيا متميزا في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فمنذ لحظة استقبال الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة يتم وضع برامج تدريبية وتعليمية تسهم في الارتقاء بكفاءتهم البدنية والعلمية والقتالية ليصبحوا مؤهلين لحمل رسالة الأمن السامية عقب تخرجهم. اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة. دايما نسيب في عهد ما بيننا يا بلدي وكلنا متفقين، من اول يوم والاخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. رسالة أكاديمية الشرطة، إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنيا من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون قد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله، وربنا يقويه إن شاء الله. والله بسعادة فخورة فخورة إنها دخلت كلية الشرطة وحققت حلمي. فرحة فرحة فظيعة جدا جدا، إحساس لا يوصف. ما دخلش هو السنة اللي فاتت، بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا إن هو السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمه. وإحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكلية الشرطة، الحمد لله رب العالمين. أنا فخورة بيه جدا، وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد إيه بالفخر بيه إن هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا ألف مبروك، وفرحانين جدا جدا جدا، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لأول مرة كان من بين الملتحقين بكلية الشرطة لهذا العام خريجات كليات الحقوق، وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا بإني هكون أول دفعة حقوق إناث تلتحق بكلية شرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا إن بنتي في مكان محترم آمن
فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده أكاديمية الشرطة. التفوق علمياً وبدنياً ونفسياً كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعي 99%، الحمد لله ربنا كتب لي أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وانا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري برا، والحمد لله أصريت أن أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وانا صغير أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما تلمس خطوتنا الأرض تهز جبال، بيروح أبطال بس بيجي مكانهم أبطال، يمشوا المشوار دايما جاهزين ورانا بشعبه طول الوقت الإيد في الإيد. لو عدى علينا الليل علشان مع بعض أجيب، بيجي لنا النهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مش على أمنه واستقراره، مسلحين بالعلم والخلق والواجب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف مؤتمر تغير المناخ القادم COP27. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر برئاسة مدبولي. وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجولة الأسيوية التي قام بها مؤخرا أثمرت عن دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعات العمل الخاصة بالمناخ والطاقة لمجموعة 20. من جانبها عرضت وزيرة البيئة تقريرا حول الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيدين الفني واللوجستي، مشيرة إلى أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار معارض أهلا رمضان لما بعد الشهر الفضيل لفترة كافية، وذلك بهدف مساعدة المواطن على تحمل الأعباء خلال تلك الفترة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده مدبولي عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لأهلا رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. المعرض ده على مساحة 12,000 متر، فيه أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهتقترب من 8,000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله، وكلها بتعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأكد سيادته على أن الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا أن احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط أن احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته أن احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر أن احنا نساعد المواطن في تحمل الأعباء في هذه الفترة. استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة
والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل. وتأتي هذه اللقاءات استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، حيث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعاهد العسكرية، وحرصه الدائم على الاطمئنان على طلبة الكلية والمعاهد العسكرية وعلى سير العملية التعليمية داخلها. واستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكلية والمعاهد العسكرية عدداً من القضايا والموضوعات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن القوات المسلحة تمضي بخطى ناجحة على جميع المستويات وتعمل على تطوير أدائها في كافة المجالات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماماً كبيراً بإعداد طلبة الكلية والمعاهد العسكرية لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكلية والمعاهد العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحي التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الاحترافية في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في المستقبل، ولإعداد أجيال من المقاتلين لديهم القدرة على الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي وفرتها لهم القوات المسلحة. كما أدار حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، مؤكداً على ضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. إلى ذلك تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13200 عبوة زيت طعام. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 3.7 طن دقيق مدعم. وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 564 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز تم ضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب. كما تم ضبط 25 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء. كما تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني. إلى ذلك تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71.5 مليون جنيه، حيث تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري. كما تم ضبط ما يعادل 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56.5 مليون جنيه. على قدم وساق يجري العمل في جميع الأهيئات والوزارات الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين. تأتي معارض السلع الغذائية والأساسية نتاجا لهذا التنسيق بين كل الأطراف، ولا سيما معرض مدينة السادس من أكتوبر. جهود حثيثة من الدولة بمؤسساتها كافة تظهر جليا في الكثير من المبادرات لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين وتخفيف العبء عليهم. ومن هذا المنطلق جاء افتتاح معرض جديد للسلع الغذائية بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر. جميع أصناف الخضار والفاكهة موجودة عندنا ويا ميش رمضان.
وتخفيضات من 40% ل 70% حسب الخضار، فيه يوصل ل 70% والفاكهة، اليميش لحد 40%. المنتجات هنا كلها في الفاكهة وفي الخضار ويميش رمضان والثوم والبصل وجميع أنواع الفاكهة، جميع أنواع البقالة، كلها أسعار حلوة جدا جدا جدا. يعني هي منافذ لبيع الخضروات والفاكهة والسلع التموينية ويميش رمضان بسعر الجملة وبتخفيضات تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق. أنا اشتريت حاجة رمضان واشتريت خضار، يعني الحاجة كويسة، وشريت سكر وشريت رز، الحاجة كويسة وأسعارها معقولة. يعني هنا بتعتبر الأسعار حلوة مش وحشة، يعني زي ما قالوا، يعني وفوا وعدوا زي ما قالوا إن في انخفاض في الأسعار، الحمد لله في انخفاض فيها. لم يكن هذا المنفذ هو الملجأ الوحيد للمستهلك بالمدينة، وإنما تم افتتاح العديد من المعارض والمنافذ التي تقدم السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية، وهو نتاج تعاون بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية. وما زال هناك المزيد. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شهده محيط مطار بالعاصمة الصومالية مقديشو. وفي بيان للخارجية أعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وأكدت تضامنها الكامل مع الصومال في مواجهة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو أكدت تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا واستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتخصيص ملياري دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، إلى جانب استقبال 100,000 لاجئ أوكراني. كما شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن سترد على أي استخدام روسي للأسلحة الكيميائية بأوكرانيا، لافتا إلى إدراك الصين أن مستقبلها الاقتصادي أكثر ارتباطا بالغرب من روسيا. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وآية الكفوري، إليك آية. شكرا يوسف، شكرا رغدة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن هناك استجابة قوية وزخما كبيرا حظيت بهما دعوة الرئيس السيسي التي أطلقها خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول فبراير الماضي، والتي أكد خلالها أهمية صياغة رؤية موحدة متوازنة للقارة الأفريقية في التحول الطاقي تنبع من احتياجات القارة ومتطلبات العديد من الدول التي تعاني شعوبها تحديات كبيرة في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الطاقة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول عبر الفيديو كونفرنس في الجلسة الوزارية ضمن مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة تحت عنوان أولويات ما بعد كوب 26.
بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى الزكي مع وفدين من كبرى الشركات الألمانية ورجال الأعمال الفرنسيين فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة. وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العلاقات الوطيدة بين مصر والجانبين الألماني والفرنسي، خاصة أن هناك استثمارات ألمانية بالمنطقة الصناعية وأخرى فرنسية بداخل المنطقة الاقتصادية متمثلة في أحد أكبر المصانع العالمية في مجال تصنيع الزجاج الذي يتم تصديره للخارج أيضا من المنطقة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات بضغوط مبيعات أجنبية. وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750 مليار و17 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 30% في المئة وأغلق عند 11709 نقاط. أيضا تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 تراجع بنسبة 38% وأغلق عند 1995 نقطة. امتدت أيضا الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 32% وأغلق عند 3022 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها و24 قرشا، في حين وصل سعر البيع 18 جنيها و37 قرشا. عن اليورو 20 جنيها و4 قروش وسعر البيع 20 جنيها و19 قرشا. نصل معكم للجنيه الاسترليني الذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 24 جنيها و8 قروش، سعر البيع 24 جنيها و26 قرشا. نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية الذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 96 قرشا وسعر البيع 5 جنيهات. وأخيرا الريال السعودي 4 جنيهات و86 قرشا و4 جنيهات و89 قرشا بالنسبة لسعر البيع. في أسواق المعادن النفيسة تذبذبت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1911 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بحوالي 25 جنيها، حيث سجل عيار 18 نحو 847 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 990 جنيها، وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1130 جنيها. وأخيرا نصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 7900 جنيها. ننتقل معكم إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة بسبب تباين ردود فعل الدول الأوروبية على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تحويل الدفع لقاء الغاز والنفط الروسي إلى الروبل الروسي. وارتفع خام برنت بنسبة 0.3% وحقق سعر وصل اليوم إلى 120 دولارا و72 سنتا للبرميل. أيضا صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.2% مسجلا سعر وصل إلى 113 دولارا و54 سنتا للبرميل. حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية على إزالة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية. وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن خطوة إعلان الولايات المتحدة إعادة تطبيق 352 استثناء من التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية تفضي إلى التجارة الطبيعية لهذه السلع. وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الصين أكدت دائما أن الإجراء الأحادي بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الجانب الأمريكي لا يفيد البلدين والعالم. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى يوسف عبدين ورغدة أبو ليلى. إليك. شكرا لك آية. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة بناء كوادر برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت شعار بالوعي مصر بتتغير للأفضل في المحافظات والمراكز المستهدفة من المبادرات الرئاسية حياة كريمة. ويتضمن برنامج بناء قدرات كوادر وعي 12 قضية مجتمعية، ومن أهم القضايا التي يتناولها تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل وحماية النشء من التدخين والمخدرات. وعن آخر الأخبار الرياضية وأخبار الملاعب. نعم، مع آية الكفوري. ليس آية. شكرا لكم، والآن نتحول إلى أخبار الرياضة محليا وعالميا.
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قوة عناصر المنتخب الوطني مشيدا بالجيل الحالي من اللاعبين في المنتخب. جاء ذلك خلال لقاء خاص للتلفزيون المصري قبل مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي غدا في تصفية كأس العالم. ماتش طبعا مش سهل، فرقتين جامدين جدا، فرقتين ما بقولش فرقة واحدة، لكن في الرياضة كده احنا لازم نشجع ولادنا ومنتخبنا القومي. في جهاز فني محترم وفي لاعبين، احنا عندنا لاعبين محترفين برضو، احنا عندنا مو صلاح وعندنا تريزيجيه وعندنا مصطفى محمد وعندنا مرموش وعندنا غيرهم يعني كمان ونني، فالحمد لله يعني روحهم انا زرتهم روحهم المعنويه كويسه. لكن انا دايما يعني شغلي بنقل الغد، يعني عندنا قوام يستمر لعدد من السنوات ان شاء الله نحافظ عليه، يا رب يوفقنا ونوصل كاس العالم، صفه خاصه انه اول مره يكون في المنطقه العربيه يعني. فبالتوفيق. يستضيف المنتخب الوطني غدا نظيره السنغالي على استاد القاهره الدولي في ذهاب الجوله النهائيه من التصفيات المؤهله الى كاس العالم 2022، ويسعى منتخب الفراعنه لتحقيق الفوز بنتيجه جيده قبل مباراه الاياب على ملعب اولمبي بالعاصمه السنغاليه داكار. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة المصيرية للمنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. يسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب أولمبي بالعاصمة السنغالية داكار، حيث يأمل الجيل الحالي للفراعنة في تسجيل اسمه في التاريخ الذهبي من خلال التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني. هذا وتمثل المباراة فرصة للثأر بالنسبة للمنتخب المصري لتعويض خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح. ويتوقع أن تملأ الجماهير المصرية مدرجات استاد القاهرة، وذلك بعد إعلان نفاذ جميع التذاكر المخصصة لحضور اللقاء، وكان عددها 60,000 تذكرة. أتمنى فوز منتخب مصر نتيجة مريحة غدا أمام السنغال، ويكون 11 راجل في الملعب يقدر مسؤولية الشعب المصري واهتمامه بلقاء الغد، ليكون لقاء العودة في السنغال مريح وأعصاب الجماهير المصرية مريحة، وبقدر مسؤولية أتمنى فوز منتخب مصر غدا فوز مريح. منتخب موفق بإذن الله تمام، وينزل بتشكيلة قوية ونفوز 3-0 بإذن الله، ويسجل أهداف تمام صلاح وزيزو ومصطفى محمد. إن شاء الله هيفوز، وإن شاء الله إحنا كلنا ورا المنتخب واقفين وراه وبنشجعه، وإن شاء الله يفوز 2-0. عايزين نشوف لعب حلو كويس، مباراة مهمة جدا جدا عشان مصر 9 طبعا. انا اتوقع انه ان شاء الله المنتخب هيفوز 2-1، ده اكيد يعني. اتمنى المنتخب المصري يكون عند حسن ظن كل الشعب المصري ويقدم اداء كويس. ماتش منتخب مصر والسنغال ان شاء الله بالفوز، ان شاء الله ان شاء الله 2-0، ويفرحوا لنا جميع المصريين ان شاء الله. نتوقع ان شاء الله يؤدي اداء جيد ويرضي جماهيره، ويعني اتوقع ان النتيجه ان شاء الله تبقى 2-0. بإذن الله مصر هتكسب 2-0، ومحمد صلاح بإذن الله هيجيب الجونين، وإن شاء الله توفيق لمصر وبإذن الله نوصل للمونديال. أتمنى كل خير للمنتخب المصري وبمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، اللي احنا هنغلب بإذن الله يعني بمشيئة ربنا هنغلب 2-1. ويفتقد المنتخب الوطني لجهود عدد من لاعبيه في مواجهة السنغال، على رأسهم أحمد حجازي الذي أصيب بتمزق في أوتار العضلة الضامة خلال مواجهة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بينما يغيب أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا بافتتاح مواجهات الفراعنة في أمم أفريقيا. كذلك يغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز الذي أصيب بتجمع دموي حول الركبة خلال الفترة الماضية. هذا وشهدت قائمة الفراعنة وجوها جديدة لم تشارك في بطولة أفريقيا الماضية، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبي بيراميدز ومحمد مجدي أبشة وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي. وإلى المنتخب السعودي الذي تأهل إلى كأس العالم 2022 رغم تعادله مع نظيره الصيني بهدف لمثله في الجولة 9 من المجموعة الثانية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال، ودخل المنتخب السعودي المباراة وهو حاسم لتأهله إلى كأس العالم، مستفيدا من فوز المنتخب الياباني على مضيفه منتخب أستراليا بهدفين نظيفين في الجولة ذاتها.
انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى يوسف ورغدة. شكرا لك يا آية. لم يكن معها المال ولكنها كانت تملك الموهبة. الفتاة الأردنية فرح التي كانت تعمل كمراسلة ميدانية لمدة 10 سنوات قامت بإنشاء جويا، وهي مؤسسة اجتماعية تصنع الأحذية المستوحاة من الثقافة والتراث، حيث تقوم تلك المؤسسة بإعادة إحياء حرفة صناعة الأحذية والتطريز اليدوي من أجل خلق مزيد من فرص العمل والوصول إلى الأسواق العالمية. أما الآن فمع أحوال الطقس. أحوال الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 18، الثورة 10، الإسكندرية 17-12، مطروح 16-11، بورسعيد 17-10، والإسماعيلية 17-9. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 17، الصغرى 9، العريش 16-9، طابة 18-12، وشرم الشيخ 22-12، الغردقة 21، والصغرى 13. أيضا الأقصر سجلت العظمى 21، الصغرى 10، أسوان 22-10، الوادي الجديد 21-9، وشلاتين 22-13، وأخيرا حلايب العظمى 21 والصغرى 15. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز الأقتال اليوم. We'll be right back.
انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. خلال اتصال تلقاه من رئيس أوكرانيا، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية. الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة ويؤكد أن لا مشكلة في توافر السلع لشهور. افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة، ومدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية باستمرار المعارض لما بعد الشهر الفضيل. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية شفكي المنير. مساء الخير. مساء الخير شفكي. مساء النور. مساء النور يا رغدة. مساء النور يا يوسف. وخلاص فاضل أسبوع ونستقبل شهر كريم، ونستقبل معايا رب الطقس. يعني قاعدة بتابع الحرارة، بتمنى بس أي درجات حرارة تطلع. بإذن الله آخر حاجة إن شاء الله. كل التوفيق. كل سنة وانت. كل التوفيق ليك يا رغدة، كل التوفيق ليك يا يوسف، ولكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ فقرات التاسعة ليوم الخميس. تفضلوا.